وزير الداخلية أو مداخلة وزير الداخلية في فعاليات اختتام الندوة حول مواجهة المخاطر الكبرى في الجزائر. بكل هذه القرارات التي اتخذتموها والتي يجب أن نعمل على تطبيقها ومتابعتها. بريل اكزومبل دالجي لا ولاية دالجي سي اون غروند بريوكيباسيون. إذا كانوا زوج قطرات تاع الماء قالها ما عندنا مئات ومئات المواطنين اللي ساكنين في حواف الأودية. سيد والي ولاية ورقلة يعرف، هو كان هنا والي منتدب ويعرف، وكان مسؤول على التعمير ويعرف. نمشيو للبليدة شفناهم في نمشيو لأماكن أخرى موجودة. هل تعتبرون أو لا تعتبرون بأن مثل هذا الإجراء اللي مثل هذا الإجراء اللي هو مرتبط بتوصية من التوصيات التي تكلم أو قدمتوها وصادقتم عليها؟ هذا على سبيل المثال. ولكن لما نرجع إلى كل هذه التوصيات نجد بأن عشرات التوصيات هي توصيات يمكن لنا ومن واجبنا أن نضعها في خانة التوصيات الاستعجالية. هذا يخلينا نحدد ونعرف الشيء اللي نقوم به في خلال فترة محددة على الهيئة المكلفة بالمتابعة والتقييم أن تحدد لها الوقت اللازم في تجسيده. فيه كذلك إجراءات لنعتبرها استعجالية لا تنتظر منا، وإحنا عشناها وهذا هو الهدف من مثل هذه اللقاءات. فيه كوارث طبيعية وكوارث مرتبطة بسقوط الأمطار على مستوى مناطق في جنوبنا الكبير، نتكلم على عين قزام على سبيل المثال. الدراسة التي يجب أن نقوم بها وهي من تعهدات السلطات الأممية، يجب أن نقوم بها في أسرع وقت، ويجب علينا أن نشرع في تجسيد هذا المشروع المتعلق بحماية مدينة عين قزام من الفيضانات. يعتبر بالنسبة إلينا إجراء استعجالي لأنه حصد الأرواح. هل هدفنا كندوة وكمسؤولين وكمجتمع هو الحفاظ على الأرواح؟ إذن نعتبر بأن مثل هذا الإجراء، نتكلم على عين قزام كما نتكلم على تبسة كما نتكلم على مناطق أخرى اللي عرفت اضطرابات استثنائية على كل حال، ولكن خلفت ضحايا وخلفت مشاكل كبيرة من جانب التكفل. إذن كل هذه الأمثلة الكثيرة والمتعددة وكل هذه الوضعيات تتطلب منا عملا ميدانيا استعجاليا. يجب أن نشرع في تطبيقه ميدانيا. هذه بالنسبه لنا على المستوى الوطني. وانا اطلب من السيدات والساده هذه اللجنه اللي خدينا القرار باش نصبوها، ولجنه متابعه لتجسيد كل هذه التوصيات، ان تحدد المستويات، المستوى التوصيات الاستعجاليه، التوصيات التي هي توصيات تتطلب وقت متوسط في تجسيدها، وكان فيه توصيات مرتبطة بالدراسات والكثير من التوصيات اللي تنتظر يمكن أن نضعها في خانة التوصيات ذات المدى الطويل. النقطة الثانية أو القضية الثانية وتكلموا عليها الإخوة في كثير من النقاط متعلقة بالتكوين. المورد البشري هو أساس كل شيء. المورد البشري هو أساس نجاح أي استراتيجية من استراتيجيات، وتجسيدها ضروري، ويتطلب منا أن يكون لنا مورد بشري في المستوى الراقي والمستوى العالي من التكوين. لهذا مفروض علينا باش نوضع ميكانيزمات ونوضع برامج تكوينية، هذا جوانب بيداغوجية،
وحنا نغتنم فرصة وجود أساتذة وجامعيين وباحثين، أننا ندمج أو نوضع الجميع حول هذا المحور أو هذا التوصية المتعلقة بالتكوين. التكوين ماهوش غير التكوين الجامعي، ماهوش غير في المستوى العالي. وحنا أنا حبيت نغتنم فرصة أننا في الأسابيع القادمة إن شاء الله، وسوف يكون مكسب كبير للجامعات الإقليمية، الجامعات المحلية، هو المعهد أو المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة أو مهندسي الجامعات المحلية. هذه المؤسسة التكوينية اللي هي موجودة في تلمسان إن شاء الله، هذه مازال ما nous avons eu le c'est une nouvelle naissance. هذه راح إن شاء الله تنطلق هذه السنة قبل نهاية السنة في تكوين المورد البشري الجزائري، المورد البشري تاع الجامعات الإقليمية. هل ما تظنوش بأنه، لأن شوف تتكلموا على المدينة وتتكلموا على الوديان وتتكلموا على الاختلالات وتتكلموا على النقائص وتتكلموا على كل هذه الـ نكتفي بهذا القدر من مداخلة وزير الداخلية على هامش الندوة الوطنية لاستراتيجية مواجهة مخاطر الكبرى في